هاي، ازيكم؟ النهارده هنزل لكم فيديو جديد. الفيديو هيبقى عباره عن ازاي نغير خلفيه مش عاجبانا، عايزين نحط اي خلفيه تانية. انتي في فرح مثلا، عايزه تغيري صوره قاعه، ايا كان عايزه تعملي ايه ممكن تغيري خلفيه. لو الخلفيه مش عاجباكي تقدري تغيريها من برنامج بيكسار. قلت لكم قبل كده طريقه التعامل مع البرنامج ازاي. احنا خلاص نزلنا البرنامج، اول حاجه طبعا دي اعلانات. بنبدا نحدد صوره الكرتون عشان نشيلها خالص عشان نغير الخلفيه بتاعتها. عايزين نحددها من قطع او من قط اوت، بنعمل كده في علامه المقص. بنبدا نحدد شكل الصوره اللي احنا عايزينها عشان نشيلها خالص، عشان احنا عايزين الصوره بس مش عايزين الخلفيه. كده نبدا نظبط. طبعا لو في حاجه خرجت زي طبعا نكبر نستغل زي ما احنا عايزين. طبعا كلوكي عشان بس التايمر بتاعكم. اها، بالشكل ده. خلاص احنا كده ظبطنا الصورة وحددناها كويس. بنبدأ نعمل سيف او حفظ. كده حددنا الصورة، طبعا مش متحددة كويس، انا بس حبيت اوريكم كده. طبعا لو تحددوا تاني برضه بتعملوا كده، اتحددت دي الصورة اللي احنا عايزين نصلحها. بنعمل سيت او كده بنحدد الصورة كده الخلفية بتاعتنا، عايزينها ملونة، عايزين اي لون عايزينه زي ما انتوا عايزين. اه كده، دي بقى الخلفيات بتاعتنا. كده عايزين نجيب خلفية موجودة اصلا على الجهاز ده، كل ده الموجود على البرنامج. عايزين نجيب خلفية موجودة على الفيديو عندنا من الجاليري بتاعنا، ونبدا نختار اللي احنا عايزينه. سيان مثلا هختار الصوره دي للخلفيه كده مثلا. طب احنا الوقت احنا طبعا عايزينها شفافه او مش شفافه، بنبدا نحدد من ده. طب احنا الوقت في حاجات خارجه بره وحاجات من الخلفيه القديمه، عايزين نشيلها ازاي؟ كنت قلت لكم في فيديو قديم احنا بس عايزين نعمل صح الاول عشان نطيبها. قلت لكم في فيديو قديم حاجه اسمها الاستنساخ، عايزين نفتح حاجه بنعمل من التولز من الكلون من الادوات والاستنساخ، ونبدا نشيل زي كده. ونظبط بقى كروكي، طبعا هنظبط كده كده نعمل سيف. كده الصوره جاهزه معانا ونقدر نستخدمها في اي وقت. ما تنسوش الاشتراك والسبسكرايب على القناه.